هندا قصية قرآن هو دهاتين ذي القرنين، قصة ذي القرنين بخين سورة كهف دا بيجن ملكك يا حكم معنى قرنين شيء ناي لا قرنين مقصد بيدو شاخ مفسرت بيجن يعني أبي هردو شاخت حضارته قرتن شرقي حتى غربي شو يا سبحان الله إمكانات تهنجي وفي هند قوات وهند علم هبو شاب شده شرق وغرب الدنيا بيجت خش شروش آفاي أف ملكي هن ذي القرنين ومروبك عادل بو قرآن بيجن مروبك صالح بو إمام بخده وقرتي أبو وبعدالات كير وقومك مفسد هبو انقل الزرارت كير خلكي الفي منطقي قوتي وقت تشوي برف مشرقي فا قوتي أم ياجوج وماجوج قالك مفسدن وأم نشين تشبكين برا خداي قومك يعني هما يخبر دا عردي همي تشجيتين دليل القرآن داد بيجت همي تشتين أصن هاي نحاس مذاب يعني سفري حلاندي همي تشتي هاي بس يا خبر داي بس أف ملكي عادلة أف ملكي قوتك نشتي قوة المظنة في قافية دي بوتا تشاكيكات بس ثرواته وتشتي تخري دي بخو بت أف ملكة تبيشتي أن بوتا بوار آخر كين قرآن دا هات سورة كهف دا هل نجعل لك خرجا بوتا خراجك زكاتك مالك خر كين قلت أو خدي دا من ما مكنني فيه ربي خير أس خدان دولتهم خدان مملكتهم عظامتهم أو خدي دا من قلب خير ترجبي بس هاري مبكن هو مروبتين هو جحيلتين بدنا شولي معملا فكن تشتي تباش كن ملا تتقوى فكن بلفلفن بحركن شنابي تون مريبن شنابي تون تخاف بن شنابي تون سرقوب يا يبجين شنابي تون غشيب كان هو مروفتين هو جحيلتين هو ظلامتين هو خبيرتين هو عاقلتين ورن أعينوني بقوة قوة أخو بجربينن آتوني زبر الحديد آصني بينن حتى إذا ساوى بين الصدفين صدفين زنشة يعني هردو تشيا سبحان الله بآصني تو هردو تشيا بقري أفا بري شانت قرنا بري قرآن هاتي وبري فيغنبري صحابة أفت خاندن لو أبونا صحابة قيادة دنيا يكير لو ما بيغنبري قلت همي خطبة صورة كهف قينين أفات صورة كهف ذاتي سبحان الله والله مروف شرم كت فما تاخذ انا في صورتها في قراني في علمي حتى اذا سوى بين الصدفين حتى جهان دتشيا قلت اتوني افرغ عليه قطره قطره يعني نحاسي سفري حلاندي في جوا قطعه بليت يواصلنيش نيكا سفري حلاندي باردسر بو دوكي كونكريتي ليبت فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبه نشيم سركفن ونشيم كونكن الله افعل مو افتك في معنوي شنت عالم قلبون شنت مهندس قلبون شنت خبير قلبون شنت شارزال قلبون افت قران ذاتيا والصحابه افت خات همي جمعه پیغمبر يقول شي سوره كهف خيني ترونا هي بوي شي رجا جمعه ان شوا جمعه سوره كهف خيني ترونا هي رونا هي شوا رسول الله ان رونا هي بوچاوت يا رونا هي بودلي يا رونا هي بمالا يا رونا هي بقبري رونا هي پیغمبر بيجت عليه الصلاه والسلام صحابه وخانت بنا آف خدان علمه وسط دنیای گهشتن سلیمان پیغمبر خودی بو بس قرآن بجید قصراوی شیشه بو بنتوی اما قرن 21 که اما قصر دیدن بنتو شیشه والله العظیم قرآن بجید قصرت سلیمان پیغمبر بنتو شیشه بو چکی دعا که کری و حتی قیامتی شید بیچه قصرت سانه چکی دعا که کری یا ربی اف ملکه بون بیدن بو کسی که بید پشتی من لا ينبغي لأحد من بعدی قرآن دعواتنا یا سبحان الله أديني دنياي وديني آخرتي ماني دعاء ولي ما خانت قرآن آية قرآن ما خانت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بس أفان وصل الدنيا جاهش تنشاق بنت صالح بن كرهك جحيل دشت سفرك الفان دولة الدوروبر ديك أي قوت كره من أفت خراب من هوالة من نفت تبشي هر الحاح ديك أخوك إن أزدشم قوت بور عهدك يبدأ من قوت كات شو شهر بينك أفت حرامي دا خش كت خمالة خونا ميسا خو بارزة قول خدي أز شوم وهذا نت خرابن قلت شون حاشا كشكيت خرابينان وهاريك يكبرت غرفة كيفا الفندق قلت أختي هات يدف من بلا عهد من قلدي كم هات قلت مقوتي أفسي هاي فائد ظالمن بس داش مبرابيت قلت كلا كاني مقوت أفسي صالة لمن وبخدي أفت هاتينا كالفندق قلت هذا المخرالي قلت جام خو هر دو چوا گری گری اسلام در کتم و معهد دیگه خوب جهین اس هاتم او حوالت من حاشا خرابیت کن یا ربی اوی چنا سفرت و پاریزی سنت خود داعیه که بسرمان ثقه د بجید روجه که عائله که کروان کچوانا بچیک بر فحص کر لوان دولت نزیک کچوا بچیک فحص کر بر خدای اید زاله کچکا بچیک اسوا ما انا حيبتي ودكتوري بر نبتني قال ديكو بابا قلت برا بس صحبتك انا خوشه بس ازفيت قال هو بيجم كتشكو هو بيجيك ايدي زالي
او وجا روندک چاوید بابا دهاتن گوب خودی بس جاره که از چومه سفره که او سفره دام زینا کری پا گیر همه شوی جاره هاتی همین او شوی ها چوه کچکی فعص کری البابا سح کری ها چوه دیکش والله اف داعیه سیند خودت بجیت از من یاسم گوتی اوی مروی وصا توبه کر وصا الخودی زفری بشا ورش ولی بگیری او جا برا غرفه این عاشی بشا ورش معالج اوی مروی کر و بری رمضانه گوتی اف مروی امر و دیکی و کچکا بچی کالی يا ربي تو في مجتمع عراقي وبارزي أبا الناف بصرمان هذا أبا دولة الإسلام هذا بحث كم نروح نبت يعني مثالة واقعي ويتأو يثبتت أنت بيجي دخلكوا ناميس وكرامات بين بارستن بس أبا انذارت خدينا دا تبزاني وقت الدنيا يتعامل قلت كي وكي بيغمبري قلت تعامل قلت عليه الصلاة والسلام قلت انزان مثلا دنيا قلت شيء رسول الله قلت بلا أخو كيات بحري دا وبيني دار نكان يكي نري باري بحري دشان بيغمينيت قلت والله قالك كيما قلت خذ الدنيا البرامبر اخرتها هندايا والله الدنيا البرامبر اخرتها هندايا خذ مترك بحشت بتني لقاب قوس احدكم خير من الدنيا وما فيها هندي في دنيا هذا شاربه في دنيا ترازبين يا خدي دبورينه درستاي خديش خرازيك پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام ها ذكر دنياش نشا خلقي دا بخد دنياش دا ببن قادة ببن زانا ببن عالم ببن ريبر حضارات ابدان أبي في زماني ده وقت ما رجع پیغمبري برد عليه الصلاة والسلام وقت أخلاقي ما هيلاي وقت القرآن درستاي ما نخاندي أبر خديم دنيا إجدا فاشل بوين وحتى نكاجي قال جارم روف النزان وبيدين قال جارا سيجت كان كونات شد بيت أفش إسلام يا حاشا شد بيش قرآن يا أبا والعياذ بالله إلا إنسانك تشعل علمي نزانت إلا شد النبي ذا وقت نبيجيد هك ذرك عقلها بيت أن دنيا بيش كفتي ديد بيت وبس هكذا القرآن دي متحيبتي دي بيجت حيف حيف قرآننا في أمتي دا أف قرآن أو صامزان وأف علماء وأف تشتهمي تيدا شواهين خزيرك ناكن شواهين ماينا بتشتهت الرهاد ذا يا ربي تو ما بارزي وأخلاق ما بارزي وناميسة ما بارزي أم دنيا خجي وواكين وأخرى تخجي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واعلموا إخوة الإيمان أن الله أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة فأكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إني داع فأمنوا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.